المره اللي فاتت كانت التقليبه ديالك مزيانه ما كان عندك حتى شي اشكال. دونك دابا المره الثانيه باش غادي تقلبي فين سمعتي كاين هاد بسم الله الرحمن الرحيم. زبيدة كوسكوس رئيسة الجمعية المغربية للوقاية من داء السرطان بأسفي. هاد الحملات اللي تنقوم بهم على الصعيد بإقليم أسفي هما حملات تحسيسية وقائية بالإضافة إلى الكشف عن المبكر عن سرطان الثدي. هاد الحملات هادو جاو توازيا مع الشهر الوردي، يعني ان النساء كيجيو للمركز الصحي باش كيديروا الكشف عن داء المبكر عن سرطان الثدي. عندنا برنامج اللي هو مسطر، كنا درنا حمله تحسيسيه بالمركز الصحي ثانيه، حمله تحسيسيه بالمركز الصحي سيدي واصل، وستلحق الحملات بالمركز الصحي القليعه والمركز الصحي بيضه. هاد الحملات هادو لقاو استحسان كبير من طرف المواطنات، بالاضافه الى ان السيده ملي كتخرج من المركز الصحي كتخرج وهي تعلمات كيفاش دير الفحص ديالها بوحدها في الدار، وهذا هو الاساس والهدف من هاد الحملات هادو التحسيسيه. السيده كترجع من بعد عامين باش دير فحص اخر، ولكن كتكون استفدت انها كتبدا دير حمل الكشف ديالها بوحدها. الا كانت شي حاله مثلا اللي هي غير عاديه كتمشي للسونتر دو ريفيرونس اللي كاين في المستشفى وكتدير الكشف كذلك، بالاضافه الى الماموغرافي وما الى ذلك، باش كتكون تبعات المسار ديال هذا الكشف. هذا مستفيدات من الفحص اليوم حد يعني الساعة العاشرة تقريبا 80 مستفيدة. انتم اللي هي موازية مع الكشف عن سرطان الثدي، يعني تتبع الحمل والكشف عن داء السكري عند المرأة الحامل، شنو لقيتوا شي حاجة اليوم؟ شنو الخطوات؟ هو صعيد الحمية الثدية وطالب باحث في سلك الدكتوراه في نفس الميدان، واليوم عملنا واحد عمل موازي مع النشاط نتاع التتبع نتاع الكشف عن سرطان النساء، سرطان الثدي خاصة. درنا هاد العملية الموازية اللي هي الكشف عن داء السكري لدى المرأة الحامل، وبالموازاة مع الكشف قمنا بتوعية تغذية سليمة لدى المرأة الحامل، شنو اللي خاصها تاكل، شنو اللي ما خصهاش تاكل، شنو هي الامور اللي بامكانها تعاونها باش تكون السيروره ديال عمليه الحمل اولا هاد الحاله ديال الحمل، الحاله الفيزيولوجيه تكون في جيده والامور تمشي بخير وعلى خير. سرطان الثدي هو الكشف المبكر عن سرطان الثدي راه مهم بزاف، لان كنقولوا هنا الكشف السري هم شيء باش المراه دارت الكشف ديالها مبكر باش ما كتكون الا لقات شي حاجه كتكون محظوظ عليها انها تعالج، عكس مثلا الا المراه بقات كتشوف هاد المكان هذا وهذا وخايفه وكتبكي وما لقاتش السبيطار، من هنا هذا الخطا كبير. علاش؟ ما حد هذاك الشيء تاخذه هو تيصعب العلاج ديالو، عكس الا كانت مثلا المراه لقات في الوقت ديالو اكتشفت في الوقت ديالو فهو العلاج دابا ممكن، يعني النسبة 80% 90% العلاج ديالو ممكن. حاليا سرطان الثدي لا تيتعالج، هو غير الانسان خصو تتبع خصو النصائح اللي تيقولو مثلا الطبيب او الطبيبة ديالو باش يتبعهم. حنا ملي تنلقاو شي حالة تنصيفطوها لسبيطار جديد، سبيطار جديد من بعد كيصيفطوها باش كيديرو ليها واحد الراديو، من بعد كتبع المراحل ديالو والمسار ديال